كان بيع كنينكس وكان بيع مسكة، كان ترزق الله يوميا. شوية الحمد لله. 16 عام كان قرا في دابا ديا كاطريام، دابا كنت في كاطريام، دابا ليا الباك ان شاء الله. زوينة الصغر ديالي، دوسة زوينة. كان جاتني لامينانجيت، هذيك الخايبة. من جاتني هذيك ماما الله يرحمها بدات كتجري معايا في السبيطارات، وبدات كتدير معايا شحال من حاجة زوينة دارتها معايا ماما الله يرحمها. شحال من حاجة. كان حلم نتشافى، وكان حلم ربي يشافيني. هادشي اللي كان حلم. بغا كنحتاج كراسي تاع الضو، هادشي اللي بغيت. صافي. مالي في بابا مجوش في مراكش. انا وجدة وخالي وولاده الحمد لله. بابا في مراكش عايش، وانا اللي عزلت هنايا، عزلت كازا، تولت في كازا، درت في كازا هنا في الخدنينق. شنو بغيت نقول للناس؟ نقول لهم لا، الله يرحم والديكم، والله الله يرضى بكم، وصافي. شنو بغا نقول لهم؟ اللي بغى يعاوني راه القناة في صحة ماريشال. شكرا. لا، ما عنديش رقم ديال التليفون، داك الشيء علاش ما عرفتش فين توتر ليا. المهم اللي بغى يعاوني راه انا فصحت ماريشال. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.